إخواني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالوثيق والعمل المشترك في بلدكم الثاني. حاول كل القضايا اللي بتبنى جميعا. واجتماعنا اليوم مهم جدا في ظل هذه الظروف. ما زالت القضية الفلسطينية القضية المركزية في المنطقة، ويؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الصندوق إن شاء الله. يسعدني بوجودكم اليوم معنا.